الدم الذي تدفق من نحر الحسين عليه السلام ونحور أصحابه حضور مجلجل في كل نهضة يقوم بها الرجال المؤمنون من أجل حقهم ودينهم ودنياهم. فدم الحسين صاعق لكل الثورات التي يقوم بها أصحاب الضمائر الحرة في هذه الأرض. لقد علمنا الحسين أن المؤمن لا يساوم على الدين ولا يستسلم للعدو ولا يتنازل عن الحق ولا يبالي في سبيل ذلك بالأخطار مهما كانت أنواعها. لقد علمنا أحد أصحاب الحسين وهو الحر أن الالتزام ولو بمبدأ واحد من مبادئ أهل البيت وهو لا طاعة المخلوق في معصية الخالق يرفع المرء في لحظة واحدة من الفرش إلى العرش ويحوله من مجرم حرب إلى شهيد مقدس. في معركة كربلاء كان التقابل بين راية الحسين عليه السلام وهي راية الرحمن وبين راية بني أمية وهي راية الشيطان، وكانت راية الحسين هي ذاتها راية آدم وراية إبراهيم وراية موسى وراية عيسى وراية محمد وراية علي. أما راية بني أمية فكانت هي ذاتها راية قابيل ونمرود وفرعون وبني إسرائيل وأبي سفيان ومعاوية. سهل جدا أن يقدم أحد على قتل مظلوم هنا أو مظلوم هنا، فهذا ديدن الطغاة على مر التاريخ، ولكن من المستحيل بعد ذلك أن يتخلص القاتل من محاصرة دم المظلوم له. وهذا درس آخر من دروس عاشوراء. لقد أقدم بنو أمية على قتل أهل البيت في كربلاء واستطاعوا أن ينجزوا هذه المهمة الشيطانية خلال نصف نهار، لكنهم حاولوا بعد ذلك التخلص من مسؤولية هذا الدم الحرام الذي أراقوه، وخلال 60 عاماً ما استطاعوا مع كل ما كانوا يملكون من وسائل وأموال وسلطان أن يتخلصوا من محاصرة دم الحسين لهم، حتى انتهى الأمر إلى سقوط إمبراطوريتهم.